Je découvre les mots, يعني اكتشف الكلمات. A. Lis le texte, اقرأ النص. L'Aïd est un jour de fête. Tout le monde est heureux et joyeux. يعني العيد هو يوم احتفال. Tout le monde أو الجميع سعداء وفرحين. Heureux et joyeux. Il faut aider les pauvres bien avant la fête. Il faut, كما نلاحظ هنا مكتوبة بالأزرق. Il faut aider, بالطبع فعل aider أو يساعد. L'infinitif لم يصرف er. فعل من المجموعة الأولى ينتهي ب er. Donc, il faut aider les pauvres, أي يجب مساعدة الفقراء. Bien avant la fête, يعني من الأحسن أو من الأفضل. من الأفضل avant la fête أو قبل الاحتفال أو قبل يوم العيد. إذن كملاحظة هنا il faut aider بالطبع هنا لدينا فعلين il faut c'est le verbe falloir au présent de l'indicatif il faut aider il faut aider aider c'est le verbe كما قلنا aider de premier groupe ينتهي ب er إذن غير مصرف l'infinitif إذن هنا الفعل الثاني طبعا الفعل الأول كما قلنا falloir إيدي الفعل الثاني لا يصرف إذا كان هناك فعلين فالفعل الثاني لا يصرف بالطبع كملاحظة فقط ومعلومة بالنسبة لفالوار بالطبع لا يصرف إلا مع الضمير الشخصي إيل أو بالطبع في المذكر وآل في المؤنث دونك إيل أو آل فقط يعني الفعل فالوار نجده فقط مع الضمير الشخصي إيل وآل Donc ici, il faut aider les pauvres, يجب معاونة الفقراء أو مساعدة الفقراء. إذن هنا ماذا قدم لنا بالطبع نصيحة. Il faut aider les pauvres أو نصيحة أو necessity كما نقول ضرورة. Il faut aider les pauvres. إذن هو في العموم يستعمل لي بهذه الصيغة. Il faut تستعمل بالطبع لتقديم النصيحة. Il faut وبعض الأحيان نجده بالطبع في la négation في النفي il ne faut pas اذا ننتقل الى الشطر الثاني regarde le dessin écrit dans ton cahier ce que tu fais après le repas يعني انظر الى الرسم لدينا رسمين هنا بالطبع écrit dans ton cahier اكتب في كراسك ce que tu fais après le repas يعني ما تفعله بعد الوجبه لدينا ثلاث افعال هنا brosser laver remercie بالطبع مع ثلاث جمل ثلاث فراغات في ثلاث جمل الجملة الأولى il faut بالطبع هذه متعلقة بماذا ستفعله بعد الوجبة إذا بعد الوجبة أول شيء نقوم به il faut la personne qui a préparé le repas بالطبع il faut كما قلنا هنا il faut يعني يجب يجب La personne qui a préparé le repas, أي الشخص الذي حضر الوجبة. إذن ماذا علينا تجاه هذا الشخص الذي حضر الوجبة؟ إذن il faut remercier la personne qui a préparé le repas. Donc يجب شكر la personne qui a préparé le repas أو الشخص الذي حضر الوجبة. Il faut تيما يعني يجب تيما بالطبع يديك إذا مع الرسمة الأولى هنا ماذا يفعل هذا الطفل بالطبع يغسل يديه donc il faut laver تيما يعني يجب غسل يديك يجب غسل يديك il faut laver تيما وأخيرا بالطبع مع الرسمة الثالثة ينظف أسنانه بالطبع الطفل هنا ينظف أسنانه إذا بروسي il faut brosser tes dents donc il faut brosser tes dents أو يجب تنظيف أسنانك يجب تنظيف أسنانك بالطبع باستعمال الفرشاة إذا هنا كما نلاحظ بأنه يوجد فعلين الفعل الأول بالطبع لا يتغير الفعل الثاني كما نلاحظ هنا يبقى كما هو غير مصرف يعني يبقى في الانفينيتيف كما هو ب لي اوت فوا يعني يقرأ بصوت مرتفع pensons aux gens malheureux et démunis يعني pensons aux gens يعني نفكر في الناس او في الاشخاص malheureux تعساء et démunis المعوزين اذا
نفكر في الأشخاص أو في الناس التعساء والموزين. إذن كما نلاحظ هنا في هذين الكلمتين باللون الأزرق malheureux et démuni. Malheureux كما نلاحظ هنا عبارة عن mal heureux بطبع heureux معروفة سعداء كما هنا في الجملة سعداء heureux malheureux. إذن heureux سعداء malheureux تعساء. ماذا نلاحظ بالطبع؟ نلاحظ بأن الكلمة تغيرت إلى العكس. heureux أصبحت malheureux أي سعداء أصبحت تعساء. إذن هنا mal كما نلاحظ هنا نقوم بوضعها في إطار فقط mal لما أضفنا mal في بداية الصفة heureux أصبحت العكس heureux malheureux إذن سعداء تعساء. بالطبع أضفناها في بداية الكلمة mal malheureux. نفس الشيء بالنسبة لهذه الكلمة diminue muni diminue إذن أضفنا دي طبعا ميني هنا غير محتاجين دوميني أصبحت معوزين أو محتاجين إذن دوميني دي لها نفس الدور مع مال إذن مال دي لهما نفس الدور تعطينا عكس الكلمة أو تعطينا مضاد الكلمة إذن كما قلت مضادها مالورو إذن نستنتج مضادها مالورو ميني عكسها أو مضادها ديميني بطبع هنا دي مال on s'appelle دي بريفيكس لي بريفيكس يعني بريفيكس أو باللغة العربية بادئة بطبع هنا لأنها توضع في بداية الكلمة كما نلاحظ هنا في بداية الكلمة ميني ديميني أورو مالورو إذن وضعناها في بداية الكلمة سي بور سا on s'appelle دي بريفيكس. إذن نرجع هنا إلى الجدول les antonymes بين قوسين لي contraire. إذن عندما نتكلم عن les antonymes هم نفسهم نفس الشيء هم نفسهم بالطبع لي contraire يعني الكلمتين antonyme et contraire c'est la même chose أو نفس الشيء عكس أو مضاد الكلمة بالطبع les antonymes عكسها ما هو لي synonyme. إذن لي synonyme لي سينونيم أو المرادفات عكسها بالطبع لي زونتونيم أو لي كونتخير سي لا مام شوز. إذن لدينا هنا في الجدول مالوغو كما رأينا مالوغو عكسها أوغو أو مضادها أوغو دي فافورابل فافورابل. ماذا قلنا هنا بالطبع؟ لدينا مال لدينا نفس الكلمة بالأسود أوغو أوغو فافورابل فافورابل. إذن هنا في الجملة الأولى إذن هنا في الكلمة الأولى heureux heureux ماذا أضفنا بالطبع mal كما هي واضحة باللون الأزرق أقوم بوضعها في إطار لكي نميزها عن الكلمة. إذن لدينا heureux heureux نفس الكلمة نفس الكلمة ماذا أضفنا هنا أضفنا mal في بداية هذه الكلمة بالطبع هنا صفة إذن malheureux heureux بالطبع قلنا malheureux هي le contraire أو l'antonyme de heureux معاكس أو مضاد heureux. إذن هنا تعساء هنا سعداء. إذا رجعنا إلى الجملة هنا تعيس سعيد أو حزين سعيد. إذن malheureux heureux وهنا défavorable favorable. إذن كما نلاحظ نفس الشيء كما قلنا لم يتغير شيء فافورابل فافورابل مكتوبة باللون الأسود فافورابل فافورابل ولكن أضفنا دي فأصبحت دي فافورابل. بالطبع هنا فافورابل يعني مفضلة أو ملائمة حسب الكلمة حسب الجملة بالطبع حسب موقعها في الجملة. إذن فافورابل مفضلة فافورابل مفضلة. ماذا أضفنا هنا دي في أول الصفة فأصبحت دي فافورابل أو غير ملائمة أو غير مفضلة. إذن دي فافورابل. إذن كنتيجة نستعمل لي بريفيكس سوسون دي بريفيكس بيان سور دي مال سوسون دي بريفيكس نستعمل لي بريفيكس دي مال لكي نجد مضاد الصفة أو الكلمة. إذن لكي نجد مضاد الكلمة نضيفها نضيف بالطبع مال أو دي في أول الكلمة طبعا لكي نتحصل على
عكسها أو مضادها. إذن العملية سهلة. إذا قمنا هنا بالعملية العكسية بالطبع أورو لدينا أورو، مضادها ما هو؟ مالورو. إذن نضيف مال، وهنا فافورابل نضيف دي فتصبح العكس دي فافورابل. وهنا بالطبع ماذا قمنا؟ لدينا دي فافورابل، حذفنا دي فأصبحت فافورابل، وهنا مالورو حذفنا مال فأصبحت أورو. إذن العملية سهلة، أقوم بحذف أو إضافة هذين البادئتين بالطبع لي بريفيكس مال إي دي إلى الكلمة لنتحصل على عكسها أو مضادها. ركوبي بوي أسوسي شاك مو à son contraire. Mais tabac à son contraire ou à son antonyme. Comme on a contraire si l'antonyme. Et donc, هذا كتابة ثم associe chaque mot à son contraire. يعني أربط كل كلمة بمضادها أو عكسها. À son contraire. Comme dans les exemples. Comme في الأمثلة. Et donc, لدينا المجموعة الأولى هنا. Malhonnête, malchanceux, aimé. Mal propre. طرف الثاني chanceux, mal aimé, propre, honnête. بالطبع هذه المجموعة عبارة عن صفات. Ce sont des adjectifs. هذه الكلمات عبارة عن صفات. Ce sont des adjectifs. إذا لدينا المثال أو المثال الأول mal chanson, chanson. إذا mal chanson بالطبع هنا غير محدود. Chanson محدود. كما نلاحظ هنا بطبعة يمين الكلمة la chance أو الحظ. إذا كما نلاحظ هنا إذن قلنا مالشانسون عكسها أو مضادها الكلمة أو صفة شانسون. إذن ماذا قمنا؟ قمنا هنا بطبع بحذف مال. إذا قمنا هنا بحذف مال تبقى لدينا شانسون بطبع هي نفسها هنا شانسون. إذن مالشانسون عكسها شانسون. كما قلنا سابقا إذا كانت الكلمة أو الصفة تحتوي على مال نقوم بحذف مال أو لو بريفيكس مال فنجد لو كونتخير شانسون كما هنا في المثال. إذن مع الصفة الأولى أو الكلمة الأولى مالونيت. مالونيت إذن نقوم تحتوي على لو بريفيكس مال نقوم بحذفه إذن نتحصل على لونتونيم أو لو كونتخير أونيت. أونيت نبحث عليه في الطرف الثاني. إذن هنا في آخر المجموعة أونيت أقوم بربطه هكذا. إذن العملية سهلة وبسيطة كما قلنا هي عملية تعتمد على حذف وإضافة لو بريفيكس لو بريفيكس مال أو دي. هنا في المجموعة الثانية استعملنا دي. إذن مالونيت عكسها أو مضادها أونيت. بالطبع مالونيت هنا يعني كاذب أو مخادع. أونيت يعني صادق أمين. صادق أو أمين. لدينا هنا الكلمة الثالثة أو الصفة الثالثة إيمي. إيمي ماذا نلاحظ هنا؟ إيمي سون بريفيكس. سون بريفيكس يعني بدون بادئة أو بدون بريفيكس. إذن نقوم بإضافة مال لنتحصل على لو كونتخير أو معاكس هذه أو مضاد هذه الصفة. إذن ماليمي طبعا نجدها هنا في الطرف الثاني ماليمي. إذن نقوم بربطها هكذا. وهكذا بالطبع العملية تكون بحذف أو إضافة لبريفيكس مال. مال بروبر إذا نحذف مال تبقى لدينا بروبر. نبحث عليها في الطرف الثاني بروبر. إذا أقوم بربطها مال بروبر. مال بروبر بالطبع غير نظيف. بروبر نظيف. إذا العملية هنا سهلة ولا تطلب الكثير من الجهد. لدينا المجموعة الثانية هنا بالطبع كما نلاحظ هي عبارة عن أفعال. Ce sont des verbes. كما نلاحظ dévisser, déplier, décoder, brancher. Ce sont des verbes. إذا لدينا المثال هنا dévisser. Dévisser. Le contraire si visser. Visser. إذا نفس العملية. قمنا بحذف le préfixe دي أو البادئة دي. قمنا بحذفها فتبقى فيبقى لنا الفعل VC نفسه هنا VC. إذن نفس العملية نقوم بها. ديبلي
بالطبع نحذف لو بريفيكس دي. ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا الفعل بلي. إذن نبحث عنه هنا نجده في آخر مجموعة بلي. أقوم بالطبع بربطه هكذا بلي. لدينا الفعل الثالث ديكودر. إذن نقوم بنفس الشيء بحذف لو بريفيكس دي. إذن نقوم بحذف لو بريفيكس دي فيبقى لدينا الفعل كودر. بالطبع نجده هنا في أول المجموعة كودر. أقوم بربطه هكذا. لدينا هنا برونشي بدون بريفيكس سون بريفيكس. إذن أقوم بإضافة لو بريفيكس دي فتصبح لدينا دي برونشي. إذن نبحث عليه هنا دي برونشي. إذن أقوم بربطه هكذا برونشي دي برونشي. إذن العملية سهلة ولكن كملاحظة فقط وكقاعدة عامة بالطبع ليست ثابتة. مع الصفات نستعمل لو بريفيكس مال كما نلاحظ هنا مال ماليمي مال مال بروبر مال أوسي. مع الصفات كقاعدة عامة أعيد نستعمل لو بريفيكس مال. ومع الأفعال لي فيرب نستعمل لو بريفيكس دي. إذن كما نلاحظ دي دي في سي دي بلي دي كودر دي برونشي بالطبع. إذن مع الأفعال نستعمل لو بريفيكس دي. بالطبع ليست قاعدة ثابتة أي لا نعمل بها دائما ولكن كقاعدة عامة يعني عموما نستعمل مع الصفات مال ومع الأفعال دي. إذن مع التمرين الثاني regarde le dessin écris la phrase complète avec يعني انظر إلى الرسم وأكتب الجملة كاملة مع أو ب maladroit adroit monte démonte. إذن لدينا أربع كلمات هنا maladroit c'est un adjectif adroit c'est un adjectif monte c'est le verbe monter démonte, c'est le verbe démonter. إذن كما نلاحظ هنا maladroit, adroit. بالطبع c'est le contraire كما قلنا بإضافة mal إلى adroit التي هي هنا بالطبع adroit تصبح maladroit. monte, c'est le contraire démonte بإضافة دي إلى monte تصبح démonte أو الفعل في الانفينيتيف monte, démonte. إذن لدينا هذين الجملتين. Il a encore cassé un vase. Il a encore cassé un vase. Il y بالطبع ونكمل الجملة. Il a encore cassé un vase. يعني مرة أخرى كسر مزهرية. Il y إذن هو il y. أقوم بالطبع هنا باختيار adjectif لأنه il y. إذن أقوم باختيار صفة هنا بالطبع il y. إذن نحن بصدد وصفه il y أو هو. مالادوا أو أدوا بالطبع هنا قام بكسر مزهرية. إذن مالادوا أو كما نقول بالعربية مالادوا إلي مالادوا أو أخرق أو غير بارع أو أخرق. إذن إلي مالادوا. الصورة الثانية والجملة الثانية لو ميكانيسيان فراغ لا رو كروفي لا رو كروفي. إذن هذا الميكانيكي أو الميكانيكي هذا الميكانيكي بالطبع يقوم بماذا؟ نزع العجلة. لا ميكانيسيان دونك مونت او دي مونت دونك لو ميكانيسيان دي مونت بالطبع مونت يركب دي مونت يفكك. إذن لو ميكانيسيان دي مونت لا رو كروفي. إذن أقوم بملء الفراغ بالفعل ديمونت لا ركروفي.